ماشي يا خان. طب اصل بعد اذن دينك حضرتك، هو تكون انا حريص يعني. في نظر نعم ان انا لو جبت مثلا امتياز هطلع 200 جنيه، لو جبت جيد جدا هطلع 150، يعني هل الاشتراك في النسبة صحيح ولا خطأ؟ عفوا، ماذا قلت؟ يعني كنت بقول ان انا لو جبت امتياز في الكلية ان شاء الله هطلع 200 جنيه، لو جبت جيد جدا هطلع 150 جنيه لله، يعني هل الاشتراك في النسبة حلال ولا لا يجوز؟ الاشتراط ولا الاشتراك؟ الاشتراك اشتراط، ما هو نذر اشتراط، نذر، نذر اسمه نذر العوض او نذر المقابلة. يا اخي كريم، لا داعي تتكلم كريم، امسح يا كريم ما تقوله. ارجع فاقول لك انت يا اخي الكريم، النذر في نذر اسمه نذر عوض ونذر مقابلة، مثل لله، هو نفسه العوض والمقابلة. لله علي إن نجحت أن أدفع كذا، فجعلت الدافع مقابل النجاح، اسمه نذر عوض ونذر. المكروه هذا النذر من الأصل، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقوله إنه لا يقدم شيئا ولا يؤخر شيئا، إنما يستخرج به من البخيل يخرج به منه ما لم يكن يريد أن يخرج. فإن كنت لم تنذر لا تنذر. واضح؟ واضح يا شيخ.